الرئيس السيسي والعاهل الأردني يؤكدان أهمية العمل على دفع الجهود الدولية الرامية للتصدي للإرهاب. المسماري يعرض مستندات تثبت دعم قطر وتركيا لجماعات متطرفة في ليبيا. وواشنطن تعلن أنها تدرس مع لندن آلية لمنع إيران من احتجاز الناقلات بالخليج. التاسعة مساء السابعة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع دينا زهرة. دينا، شكرا لك شادي، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن لقاء الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني شهد توافقا حول أهمية تكثيف جهود استئناف مفاوضات عملية السلام وفق المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية على أساس حل الدولتين. كما أكد الزعيمان ضرورة العمل على دفع الجهود الدولية الرامية للتصدي للإرهاب في إطار استراتيجية شاملة تسعى للقضاء على تلك الظاهرة التي تهدد المجتمع الدولي بأسره. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس اصطحب ملك الأردن إلى قصر الاتحادية، حيث تم إجراء مراسم الاستقبال الرسمي وعزف السلمين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. عمرو عبد الستار من الفرس الجمهوري، حرس الشرف جاهز للتنفيذ الفني.
كما صرح السفير بسام رادي بأن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والأردن، وتعزيز العمل العربي المشترك، وبحث آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة، وجهود مكافحة الإرهاب بجانب تنسيق الرؤى. وعقد السيد الرئيس مع العاهل الأردني جلسة مباحثات ثنائية تلتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين. وأشاد السيد الرئيس بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والأردن على المستويين الرسمي والشعبي، مؤكدا اهتمام مصر بمواصلة تعزيز هذه العلاقات ودفعها قدما للأمام على كل المستويات. تتميز العلاقات المصرية الأردنية بالتوافق السياسي الكامل في الرؤى والأهداف، بالإضافة إلى روابط اقتصادية ممتدة أسهمت في تنمية التعاون الثنائي. المزيد في العرض التالي. أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت تجاه دعم استقرار وأمن السودان وشعبه. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان محمد حمدان دقلو، حيث أشار السيسي إلى حرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في جميع الملفات وتسريع تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة كالربط الكهربائي وخطط السكك الحديدية. من جهته أشاد دقلو بالدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي المهم الذي يمر به. وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير بسام راضي أن الجانبين اتفقا على استمرار التنسيق المشترك لتحقيق السلام والاستقرار في السودان. يفتتح الرئيس السيسي غدا فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة في دورته السابعة تحت شعار أبدع انطلق، بمشاركة مجموعة كبيرة من شباب مصر من مختلف المحافظات في مناقشات تدور حول أهم قضايا المجتمع المصري. وتعقد جلسة في اليوم الأول من المؤتمر الوطني للشباب حول نموذج محاكاة الدولة المصرية، ويشهد اليوم الثاني حفل تخرج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي، كما يشهد عقد المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة. ثم يجيب الرئيس السيسي في جلسة اسأل الرئيس على الأسئلة التي تدور في أذهان الشباب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. هذا وقد أنهت العاصمة الإدارية الجديدة استعداداتها لاستقبال النسخة السابعة من المؤتمر الوطني للشباب الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار يومين. التقرير التالي يرصد جهود الشباب في الاستعداد للمؤتمر. مجموعة من شباب مصر الواعد وجدوا مساحة للتألق وفرصة للإبداع ومنصة للانطلاق نحو مستقبل أكثر جمالا، متمثلة في المؤتمر الوطني للشباب الذي يعقد في نسخته السابعة في العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا مسؤولين عن القاعات وانتقالات الناس والتسكين والمنافذ الموجودة في المؤتمر. كل حد مننا بيبقى فيه ليه
ليه نقطة تواجد، بحيث نبقى فيه بنسهل على أي جست في المؤتمر حركته ازاي، سواء في الاستراحات، سواء في اللاونجز، سواء في القاعات، سواء في السيميوليشن وغيره. يعني احنا هنا شغالين على المحتوى الخاص بالمحاكاة، ازاي نقدر نلم المعلومات، نجمع المعلومات يعني عن الفترة اللي فاتت، الدولة ايه الانجازات، ايه الحاجات دي، بنبدأ نشتغل عليها. وحقيقة هي فرصة كويسة جدا ان الدولة بتتيح للشباب اللي زينا يعني ان هم يقدروا ينفذوا مؤتمرات بهذا الحجم، وان شاء الله المؤتمر يطلع احسن من المؤتمرات كمان اللي فاتت ان شاء الله. وجود المؤتمر وانعقاده في العاصمة الادارية ده شيء مهم جدا للفت النظر الى ان العاصمه الاداريه خلاص احنا في المرحله النهائيه للتجهيز الخاص بالعاصمه. لم يكن اختيار العاصمه الجديده لعقد المؤتمر من قبيل المصادفه، ولكنه اختيار يحمل في طياته الكثير من الرسائل الهامه. احنا مجموعه يعني شباب برنامج الرئاسي بنشتغل بشكل متجرد جدا، مقسمين نفسنا على كل التجهيزات الخاصه بالمؤتمر، من المجموعات الخاصه بالتصاريح اللوجيستكس، الشباب اللي شغالين على المحتوى الخاص بالمؤتمر، مجموعه باحثين كتير يعني شاطرين جدا في كل التخصصات. الحقيقه يعني في مجموعه جلسات على هامش المؤتمر، ان شاء الله هنسعد يعني هتشرفونا وهنشوف حجم التجهيز وحجم الـ 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 الافكار اللي بتطرحها مجموعه الشباب الموجوده على الارض. في شغل كتير جدا جدا عايزين نعمله عشان نعمل مؤتمر يكون مستواه عالي يتناسب مع البلد، وازاي نخلي نطور ونحسن في اداء البلد. تمام، احنا عندنا زي ما حضراتكم شايفين احنا في العاصمه الاداريه الجديده، ودي اول مره المؤتمر يتعمل في العاصمه الاداريه الجديده. ده عشان نوصل رساله للعالم ان العاصمه دي بدات هتبتدي تكون من احد اهم المدن في العالم كله. تشتغل من البدايه كل جزء بيشتغل في تخصصه، بحيث ان احنا نطلع افضل منتج وافضل مخرج كرؤيه تمثل الشباب في هذا المجتمع. بنشتغل من فترات كبيره، بس في النهايه بنجمع مخرجاتنا كلها بحيث ان احنا نخرجها للمجتمع في صوره المؤتمر اللي حضراتكم بتشوفوه. طبعا فريق العمل اللي شغال مش فرد او اتنين، ده يتجاوز ال 500، بل هو مجموعه عمل 1500 من خريج البرنامج الرئاسي شغالين بالكامل بكل مجهوداتهم، سواء بتواجدهم معانا هنا او من خلال طلبات بنطلبهم من خلال الناس اللي غير متواجده، ان هم يساعدوا زمايلهم في تخصصاتهم المختلفه المطلوبه في محاور المؤتمر بشكل عام. على قدم وساق تجري استعدادات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة الذي تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة يومي 30 و31 من يوليو الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. المزيد عن المؤتمرات الوطنية للشباب وأبرز ما خرجت به من توصيات في العرض الذي يقدمه لنا الزميل أحمد أبو زيد. المؤتمر الوطني السابع للشباب والذي تحتضنه العاصمة الإدارية الجديدة، والذي جاء مسبوقا بست نسخ متتالية، يشكل المؤتمر والحال كذلك منصة تواصل مباشرة بين الشباب وبين رأس الدولة ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي. فكرة المؤتمر الوطني للشباب جاءت تحت شعار ابدأ انطلق، لتؤكد تبني الدولة لفكر جديد في إتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن آمالهم وطموحاتهم ومتطلباتهم. حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحضور والمشاركة في جلسات كل المؤتمرات الشبابية، بداية من مؤتمر الشباب الأول الذي عقد في مدينة شرم الشيخ في أكتوبر من عام 2016، ثم جاء مؤتمر الشباب الوطني الدوري بالقاهرة الذي عقد في ديسمبر من العام ذاته عام 2016. عقد من بعد ذلك المؤتمر الوطني الدوري الثاني للشباب في مدينة أسوان في أقصى الجنوب المصري في يناير من عام 2017، وقد عقد المؤتمر الوطني الدوري الثالث بمدينة الإسماعيلية في أبريل من عام 2017 تزامنا مع احتفالات مصر بأعياد تحرير سيناء. الرئيس عبد الفتاح السيسي كذلك كان حاضرا في كل هذه النسخ، ومن بينها كذلك المؤتمر الوطني الدوري الرابع بالأسكندرية والذي عقد في صيف عام 2017 يوليو من ذلك العام. عقد بعد ذلك المؤتمر الوطني الدوري الخامس بالعاصمة القاهرة في مايو من عام 2018، ثم جاء المؤتمر الدوري السادس للشباب في القاهرة أيضا من يوليو من عام 2018 في جامعة القاهرة. تستضيف العاصمة الإدارية الجديدة المؤتمر الوطني السابع للشباب في 30 و31 من يوليو لهذا العام. المؤتمرات الشبابية عقدت بحضور ما بين 1300
إلى 3000 شاب في كل مؤتمر وطني للشباب يمثلون مختلف المحافظات المصرية. حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستماع إلى أفكار الشباب الذين طرحوها بكل حرية. المؤتمر مثل فرصة في خلق حالة من الحوار المجتمعي بين الشباب بعضهم البعض وبين الشباب والقيادة السياسية. لم تقتصر المؤتمرات فقط على القضايا الاقتصادية أو السياسية فقط، لكنها شملت كذلك نواحي اجتماعية وإنسانية أخرى. كانت المؤتمرات ملتقا جادا للحوار ومسرحا للفنون والمواهب ومنصة لتتويج الشباب المتميزين والمبدعين والأبطال في جميع المجالات والقطاعات. فكرة أقاد المؤتمر بشكل دوري في مختلف أقاليم ومحافظات الجمهورية كما تابعنا في نسخ سابقة من هذا المؤتمر، كان له أثر واضح لدى جميع الشباب ومثل رسالة واضحة من الدولة من أنها تنظر نظرة متساوية لجميع أبنائها دون تفضيل أو تمييز. أما عن مبادرة اسأل الرئيس، والتي تعد واحدة من بين أقوى أدوات الاتصال المباشرة والفعالة بين الشباب وبين مختلف فئات المجتمع وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسهمت في خلق حوار بناء وصريح بين الرئيس وبين المواطنين، حيث تم إطلاق هذه المبادرة من خلال مؤتمرات الشباب. عدد الزائرين في موقع المبادرة خلال المؤتمر الأخير بلغ أكثر من 2,000,000 زائر طرحوا أفكارهم وتساؤلاتهم. أما عن التوصيات التي خرجت من مؤتمرات الشباب فلعل أبرزها يأتي كالآتي: مراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة، وكان من بين أهم ما جرى إطلاقه في المؤتمر الأول والذي عقد في أكتوبر عام 2016 في شرم الشيخ. تدفين مركز وطني لتأهيل وتدريب الكوادر الشبابية. عقد مؤتمر دوري للشباب ومنح صفة الدورية لهذه المؤتمرات جاء كمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الأول في شرم الشيخ. إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر. إطلاق مشروع قومي لإنشاء مناطق صناعية متكاملة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، هذه المشروعات التي تحظى باهتمام كبير من جانب الدولة في هذه الآونة. استمرار العمل في توسيع نطاق إجراءات الحماية الاجتماعية عبر تطوير برنامج تكافل وكرامة. إعلان عام 2018 عاما لذوي القدرات الخاصة من متحدي الإعاقة. الدولة أعلنت دعما كاملا لمنتدى حوار شباب العالم والذي دعا إليه الشباب المصري الذي حضر المؤتمر الوطني في مدينة الإسماعيلية. تكليف الحكومة مستعينة بنخبة من الشباب بوضع آلية لمتابعة وتنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة، استراتيجية مصر 2030. كان هذا إذن عرضا لأبرز ما مررنا به عبر مؤتمرات الوطنية للشباب في نسخها السابقة، وصولا إلى هذا المؤتمر، المؤتمر السابع الذي فيه ينظر كل الشباب وربما كل المصريين كذلك بعين ملؤها الأمل لما سيطرح من قضايا مختلفة مباشرة بين الشباب بعضهم البعض وبين الشباب والرئيس عبد الفتاح السيسي. المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كان لها نصيب في توصيات مؤتمر الشباب في مؤتمرات الشباب السابقة لأهميتها في استغلال طاقات الشباب وتبديل اعتمادهم على انتظار الوظيفة التقليدية. نتابع المزيد عنها في سياق هذا التقرير. توسع كبير في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كان أحد نتائج واحد من المؤتمرات الوطنية للشباب التي عقدت برعاية الرئيس السيسي والتي تستكمل بالمؤتمر السابع في العاصمة الإدارية الجديدة. ذلك التوسع جاء لنشر ثقافة العمل الحر واستغلال طاقات وقدرات الشباب في ريادة الأعمال بديلا عن الوظائف التقليدية، مما زاد من عمل وجهد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في دعم المشروعات الشبابية وتوعية الشباب بأهمية العمل الحر. ففي مكتب الجهاز بمدينة السادس من أكتوبر على سبيل المثال تم دعم 100 شاب يعملون على 92 مشروعا بمبلغ 19,500,000 جنيه خلال العام الحالي، ووفرت 416 فرصة عمل. وفي عام 2018 دعم المكتب 183 شابا يعملون على 167 مشروعا بمبلغ 29,193,544 جنيه، ووفرت 634 فرصة عمل. ذلك فضلا عن تدريب الشباب على إنشاء مشروعاتهم ودعم أفكارهم بدراسات الجدوى وغيرها من الدعم الغير مباشر. مؤتمرات الشباب دي فتحت للشباب مجالات مختلفة أو نورت لهم دماغهم شوية، بمعنى إن هو ابتدى يفكر في العمل الحر، وابتدى التركيز في الفترة دي من خلال توجيهات رئيس الجمهورية إن لازم أوضح للشباب إيه هي فوائد العمل الحر، وده اللي اشتغلنا عليه.
اشتغلنا عليه، والسيد الرئيس ادانا الصلاحيات في التعاون مع الجهات المساعدة. عمرو من الشباب الذين تقدموا لجهاز تنمية المشروعات ليحصل على التمويل اللازم لمشروعه لإنشاء مكمورة فحم استوردها من أوروبا ليقوم بتصدير الفحم المصري للخارج من خلال منظومة آمنة على البيئة تتابعها وزارة البيئة. هذه المكمورة تنتج ما يقرب من 60 طنا شهريا من الفحم المصري المعد للتصدير. لا يستفيد عمرو وحده من التمويل الذي حصل عليه من الجهاز، بل تشاركه الاستفادة العمالة التي تعمل معه. اي اقتصاد بيبني انت لازم تخش جواه، وإلا هيفوتك القطر، القطر سريع مثلا. فاحنا لقينا الصين وسنغافورة وماليزيا بيشتغلوا بطريقة سريعة جدا. سيادة الرئيس توجه في المؤتمرات بتاعته ان احنا عايزين نواكب الكلام ده، احنا تأخرنا كتير. قدرنا ان احنا بقى نوصل بمؤتمرات الشباب واللي شفناه والحاجات اللي احنا قدرنا نشوفها دي، ان احنا نوصل للصندوق اللي هي الجهة الام وناخد الدعم، والحمد لله قدرنا ننفذ المشروع. واستكمالا لتوصيات مؤتمر الشباب، الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بتعزيز دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على نحو يساهم في دمج المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي، وتوفير المزيد من فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والارتقاء بمستوى المعيشة خاصة للشباب. تحقق مؤتمرات الشباب مكاسب كبيرة وتخرج بتوصيات إيجابية تؤخذ بعين الاعتبار، وتأخذ إبداعات الشباب وابتكاراتهم وكيفية الاستفادة من تطلعهم لمستقبل أفضل. المزيد في سياق التقرير التالي. المهندس طاهر واحد من الشباب الذين تقدموا لحاضنة إبداع وحصلوا منها على التدريب والمنحة حتى أنشأ شركته الخاصة التي تعمل في مجال تطبيقات الهندسة المعمارية، فاستفاد من الحاضنة التي غيرت تفكيره للأفضل واستوعب طموحاته وفكرته الجديدة في عمل تطبيق يخدم مهندس البناء، فأصبح من أصحاب الشركات الناشئة ومن رواد الأعمال في مجاله. حاضنة إبداع اللي أنا كنت واحد من ضمن الشركات الناشئة اللي كانوا محتضنة في حاضنة إبداع، فحاضنة إبداع خدتني من وأنا عندي فكرة، وبدأت إنها تديني تريننج وتديني فاند عشان أقدر أحول فكرتي دي لسكسسفل بيزنس أو الشركة ناجحة. بدأنا نشتغل على التريننج على التيم بتاعي، على البرودكت بتاعي، على المنتج بتاعي، لغاية ما كنت داخل حاضنة إبداع كان 7000 مستخدم لتطبيق المهندس، دلوقتي أكتر من 50000 يستخدم تطبيق المهندس على مستوى الشرق الأوسط من الريجن كلها. حاضنة إبداع كان لها فضل كبير بعد ربنا، توجهات الدولة كلها لدعم الشباب سواء في الوزارات المختلفة، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الاستثمار، وزارة التعليم العالي، وزارة التخطيط، كل الوزارات دلوقتي بدأت تتجه للدعم رواد الأعمال والشباب نتيجة التوصيات بتاع مؤتمر الوطني للشباب. حاضنات الإبداع والابتكار تعد إحدى التوصيات التي صدرت من مؤتمر الشباب السادس الذي عقد في جامعة القاهرة عام 2018، وهي تعني بالعلم والعمل والإبداع، وهي تحت رعاية المجلس الأعلى للجامعات، ويتم من خلالها توفير الدعم اللازم للشباب المبدعين في كل المجالات. حاضنة إبداع هي أول حاضنة متخصصة في مجال الوسائط المتعددة والتعليم الإلكتروني وبرامج وتطبيقات الحاسب، وهي ممولة من أكاديمية البحث العلمي ب2.5 مليون جنيه، وهي واحدة من 17 حاضنة ضمن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية انطلاق. وقد دربت حاضنة إبداع ما يقرب من 2000 متدرب، وخرجت 7 شركات تعمل في السوق المصرية. الاهتمام بالابتكار وريادة الأعمال كان أحد المحاور الرئيسية والنتائج من مؤتمرات الشباب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونتيجة ذلك فبدأت تهتم الحكومة بالابتكار وريادة الأعمال بصفة عامة، وكان أحد نتائج ده هو اهتمام أكاديمية البحث العلمي، هي تابعة طبعا لوزارة التعليم العالي، بإطلاق مجموعة من الحاضنات، مجموعة كبيرة من الحاضنات الحقيقة، وساعدت في تنمية منظومة ريادة الأعمال بالكامل في مصر كلها. اهتمام مؤتمر الشباب وتوصياته برعاية الرئيس السيسي جاءت ضمن رؤية استراتيجية لدعم منظومة التنمية والتطوير في مجالات الابتكار وتعزيز أهمية الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك بعد أن شهدت المنطقة استثمارات من الشركات الناشئة بقيمة 893 مليون دولار خلال العام الماضي، بزيادة تقدر بحوالي 7% في مصر مقارنة بالعام الماضي.
نفذت القوات المشاركة في تدريب المصري الأمريكي المشترك تحية النسر استجابة النسر 2019 نفذت العديد من الأنشطة والفعاليات المخططة، وذلك بمشاركة القوات البحرية المصرية والأمريكية والإماراتية، كما تشارك السعودية بصفة مراقب. في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى أطقم الوحدات أثناء تنفيذ مهامها القتالية وصقل مهارات التخطيط وإدارة أعمال القوات البحرية المشتركة، تواصل القوات المشاركة في التدريب المصري الأمريكي المشترك تحية النسر استجابة النسر 2019 تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات المخططة، حيث تم تنفيذ المرحلة الختامية للتدريب المشترك تحية النسر 2019 والذي استمر لعدة أيام بنطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر بمشاركة القوات البحرية المصرية والأمريكية والإماراتية. وقد اشتمل التدريب على تنفيذ إجراءات تنظيم التعاون بين القوات لتنفيذ أعمال قتال مشتركة، كما تم التدريب على اكتشاف وتحييد الألغام البحرية والدفاع وصد التهديدات غير النمطية، وتنفيذ تدريب للرماية بالذخيرة الحية على الأهداف السطحية والجوية ليلا ونهارا، كذلك التدريب على حماية الأهداف الحيوية بالبحر وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها بواسطة عناصر القوات الخاصة البحرية، وتنفيذ تشكيلات الأبحار التي أظهرت مدى التجانس والتنسيق بين الوحدات المشتركة في التدريب ومدى قدرتها على اتخاذ أوضاعها الهجومية والدفاعية التي تمكنها من التعامل مع الأهداف المختلفة. يتوجه غدا الثلاثاء وزير الخارجية سامح شكري إلى اليونان وقبرص لبحث سبل تعزيز آلية التعاون الثلاثي في مجالات الطاقة ومواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. وبحسب بيان الخارجية سيلتقي شكري خلال هذه الزيارة برئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكس، وسيعقد جلسة مباحثات موسعة مع نظيره اليوناني نيكولاس دينديس. وأضاف البيان أن وزير الخارجية سيتوجه إلى قبرص لإجراء مشاورات مع الرئيس نيكوس أنستاسيادس ومع نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليس. أشادت المؤسسات الدولية بالتراجع الكبير في معدلات التضخم السنوي لتسجل أدنى مستوياتها منذ 4 سنوات بنسبة بلغت 8.9% في يونيو الماضي. وقد نشر مجلس الوزراء رسما بيانيا يوضح أهم مؤشرات انخفاض التضخم. أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى بوابة العمرة المصرية، على أن تتولى وزارة السياحة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها. تهدف البوابة الإلكترونية للعمرة إلى مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكانة الخدمات التي تقدم للمواطن كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030. أعلنت وزارة الداخلية تفويج حجاج القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، وقدمت الوزارة العديد من التسهيلات لحجاج بعثة القرعة منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة.
في رحاب مسجد رسول الله يقضي حجاج القرعة 5 أيام وفقا لبرنامج الرحلة المحدد، ومع نسائم الفجر يتم تفويج من انتهت مدة إقامتهم بالمدينة إلى مكة المكرمة في حافلات مهيأ بها كافة سبل الراحة لقطع المسافة الطويلة بين المدينة ومكة دون أن يشعر الحاج بإرهاق، وجميعها مرتبطة بغرفة عمليات البعثة للاطمئنان على خط السير، مع تنسيق وتكامل مع السلطات السعودية لتذليل العقبات أمامهم. كل واحد عارف الباص بتاعه، في كشوف معروف اسمه هو رايح أني فندق، ومتعلق الكشوف بتاعته بيركب الباص مباشرة من المدينة المنورة، منزله الأول على بيار علي وبعد كده بيتوجه على مكة المكرمة. يقوم ضباط بعثة حج القرعة بإخطار الحجاج بموعد المغادرة قبلها بوقت مناسب، مع الاستعداد لنقل حقائبهم إلى فنادقهم بمكة المكرمة قبل وصولهم. كل واحد قبلها بيوم بيبقى عارف حقائبه، إن هي كمان سبقته مستنياه هناك، يعني الحمد لله الأمور كلها متيسرة إن شاء الله. ومع ما توفره بعثة حج القرعة من سبل لراحة الحجيج لأداء مناسكهم في سهولة ويسر، فإن ذلك انعكس على وجوه الحجاج وارتياحهم لما لقوه من حفاوة الاستقبال وجودة الخدمات المقدمة. الفندق كان كويس جدا، والناس اللي فيه كانوا كويسين، والزباط كانوا كويسين، وشافوا يعني منين ما الواحد بيسألهم على حاجة بيجاوبوها، وقدموا لنا خدمات كويسة جدا. يعني الحمد لله نحمد ربنا ان كل حاجة كنا بنطلبها بنلاقيها، الحاجة اللي بتنقصنا وطلبناها بنلاقوها. احنا بنشكر وزارة الداخلية طبعا، التنظيم على اعلى مستوى، في تقدم وفي تحسن وفي نظافة، في اهتمام وفي تعاون في كل شيء. يعني قدموا تسهيلات كتيرة الحمد لله، والضباط متعاونين، واي سؤال بيطلبه فبيجاوبوني عليه. يقدم القائمون على بعثة حج القرعة خدمة مميزة للحجاج هنا بالمدينة المنورة منذ لحظة استقبالهم وتسكينهم وحتى مغادرتهم المدينة متجهين إلى مكة تمهيدا لأداء مناسك الحج. زار وفد من الإعلاميين الأفارقة يمثلون 31 دولة إفريقية الأكاديمية، أكاديمية الشرطة. تأتي هذه الزيارة في إطار دعم أواصر التواصل مع الدول الإفريقية. المزيد في سياق التقرير التالي. وإلى التعاون والتبادل الثقافي الأمني والمفاهيم والخبرات التدريبية، حققت وزارة الداخلية أحد أهدافها، وهو دعم أواصر الترابط مع الدول الأفريقية وخاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي. جاء ذلك في استقبال أكاديمية الشرطة لوفد إعلامي من 31 دولة أفريقية. تضمنت الزيارة جولة لمركز بحوث الشرطة والمركز التدريبي الأمني للكوادر الأفريقية، إضافة لمنشآت تدريبية وتعليمية وميادين التدريب القتالي والرماية والقرية التكتيكية. من جانبهم أعرب الزائرون الأفارقة عن تقديرهم وإعجابهم واعتزازهم بالدور المصري الرائد في مجال التدريب الأمني داخل الأكاديمية، موجهين الشكر لوزارة الداخلية على حفاوة الاستقبال والاهتمام بالزيارة. أعلن وزير المالية محمد معيط أن الحصيلة الضريبية للعام المالي 2018-2019 بلغت 660 مليار جنيه بنمو سنوي يقدر ب 17%. أوضح معيط في مؤتمر صحفي أن 517 مليارا من الحصيلة الضريبية تم توريدها من الجهات غير السيادية بنسبة 101% من المستهدف، وأن 142 مليارا تم تحصيلها من البنك المركزي وقناة السويس والأذون والسندات. وأشار معيط إلى أن الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية بلغت 9.9% من الناتج المحلي. أكد وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس على دور الأزهر في نشر الوسطية وحماية الدين الإسلامي من الأفكار الهدامة، وتأكيد على دور المنظمة العالمية لخريج الأزهر من خلال فروعها المنتشرة حول العالم في الحفاظ على الترابط بين أبناء الأزهر. وخلال افتتاح مركز الأزهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بإندونيسيا، نوه عباس إلى اختيار أفضل المتخصصين في تعليم اللغة العربية للأجانب لفهم صحيح الدين والثقافة الإسلامية السمحة.
عقدت اللجنة الفنية المشتركة بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير اجتماعا لتحديد مسارات التفاوض. وذكرت مصادر مطلعة أن اللجنة الفنية المشتركة قررت مواصلة اجتماعات غدا. تضم اللجنة المشتركة قانونيين من الجانبين، يأتي ذلك قبل استئناف الاجتماع التفاوضي المباشر بين المجلس الانتقالي وقوى التغيير غدا لبحث وثيقة الإعلان الدستوري. دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى الخروج في الشوارع بكل أنحاء البلاد للتنديد بسقوط قتلى في تظاهرات طلابية بمدينة الأبيض في ولاية شمال كردبان. يأتي هذا في وقت أعلنت السلطات في ولاية شمال كردبان حظرا للتجوال وتعليق الدراسة في بعض مدن الولاية للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن هوية الأطراف التي تقف وراء أحداث العنف في مدينة الأبيض. لبيك طرابلس لبيك، لبيك طرابلس لبيك. كشف أحمد المسماري متحدث باسم قائد الجيش الليبي عن اتصالات هاتفية بين عناصر بتنظيم القاعدة الإرهابي وقطر وتركيا. وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي ببنغازي إن الجيش الليبي لديه مستندات تؤكد تورط قطر وتركيا في دعم الميليشيات الإرهابية. بعد الغارة الجوية أو الغارات المتتالية على مدينة مصراتة بدأت هناك اتصالات مكثفة واجتماعات لقادة الإرهاب سواء في قطر سواء في تركيا سواء في ليبيا، وبدأت الاتصالات مكثفة جدا بين القادة مستغربين قيام القوات المسلحة باستهداف مصراتة، وكذلك طبعا مكالمات عديدة. المكالمة التي تم رصدها عشرات مكالمات، اخترنا لكم مثلا هذه المكالمة ما بين عبد الحكيم بالحاج وفتحي باش آغا. أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أن الدعم الخارجي زاد من وتيرة العنف في البلاد، وفي إحاطة له أمام مجلس الأمن شدد سلامة على أن الجماعات الإرهابية والمتطرفة استغلت الفراغ الأمني جنوبية طرابلس. تدفق الأسلحة إلى ليبيا سيستمر في تأجيج هذا النزاع الذي لا داعي له، أن الفراغ الأمني الذي نشأ عن النزاع في طرابلس وما حولها يتم استغلاله من داعش في المناطق النائية في جنوب البلاد وفي وسطها. وهناك أحداث أخرى حيث داعش دعت المسؤولية في 2 يونيو حزيران عن الهجوم في درنا والذي تسبب في جرح 11 شخصا، والأسوأ من ذلك أو أكثر إقلاقا هو مؤشرات تسليم ترسانات من الأسلحة إلى جانب إلى طرفنا أو آخر والتي تقع في يد الجماعات الإرهابية أو تباع إليهم. بعض العناصر المتطرفة سعت إلى إضفاء الشرايات على نفسها عن طريق الانضمام إلى المعركة، وهذه وصفة لحدوث كارثة ليس فحسب لأمان وسلامة الليبيين أنفسهم ولكن لجيران ليبيا والسلم والأمن الدوليين. للمزيد ينضم إلينا هاتفيا من بنغازي خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني بليبيا. أهلا بك أستاذ خالد. والمتحدث باسم قائد الجيش الليبي أحمد المسماري كشف عن اتصالات هاتفية بين عناصر بتنظيم القاعدة الإرهابي وبين قطر وتركيا. الآن الجيش الوطني الليبي بات قاب قوسين أو أدنى من وسط العاصمة طرابلس، هل تعتقد في هذه الحالة أن تركيا وقطر ستزيد من دعمها للميليشيات الإرهابية المسلحة المتواجدة في العاصمة؟ أهلا بك سيد شادي وبقناتكم. أنا أعتقد أن لم يعد أمام هذه الميليشيات إلا مزيد من التقهقر ومزيد من الانحصار. ربما يفكر كثير من قادتهم كيفية الخروج السالمين بما غنموا من
موارد الشعب الليبي. أما عن تركيا فتركيا لن تتوانى إطلاقا عن دعم ودعم ودعم هذه الميليشيات، لأن هذا الرهان الأخير، هذا هو الحصان الأخير الذي تراهن عليه تركيا بمساعدة قطر. على الرغم من أن قطر أنا أعتقد أنها بعد مواقفها الأخيرة من تركيا ربما تفكر عشرات المرات قبل أن تتورط أو بمزيد من التورط، وخاصة بعد استهداف قواتنا الجوية لمصراتة الكلية الجوية، والآن أصبحت مواني الحديد وقصر حمد في مصراتة والتي تستقبل عشرات من الشحنات الأسلحة في بواخر تركيا أصبحت تحت نيران قواتنا الجوية. نعم، يمكن هذه نقطة يعني تكتيكية هامة سيد خالد، فكرة قطع الإمدادات أو قطع الطريق بين طرابلس ومصراتة، هذه هامة للغاية، ولعل العملية النوعية التي قامت بها مجموعة من اللواء التاسع بالسيطرة على كوبري النواقلي كوبري الجربولي نعم. لفترة محددة والانسحاب منه، ثم استهداف رتل سيارات الدخائر على الساعة 11:30 مساء أمس، تم تفجير حوالي 3 عربات حاملة لدخائر قادمة من مطراتة إلى طرابلس، وبالتالي أصبح هذا الخط وهو خط مصراتة طرابلس 210 كيلومتر أصبح تحت نيران القوات المسلحة العربية الليبية، وبالتالي خطوط الإمداد أصبحت شحيحة وغير ذات جدوى، ربما سيتم الاستعاضة عنها من كعاب أو من طرابلس، وهذه الأخرى تحت سيطرة قواتنا الجوية وستتعامل مع أي باخرة تركية قد تحضر السلاح في المنطقة. ربما أهم ما أشار إليه السيد المسماري هو أنه أعلن صراحة بأننا تنصتنا على مكالمات وتم تسجيل العديد من المكالمات بين قادة الميليشيات والإرهابيين الحكيم بالحاجة المطلوب دوليا وهو قائد المجموعة الجماعة الليبية المقاتلة مع فتح القاوق سراج ثوان غيره لديهم تفضح قطر ودورها التمويلي وتفضح كذلك تركيا وما تقدمه منه. على الأقل عرفنا تماما أنه قد تم القضاء على أغلب ذخائر الطيران المسير في ضرب مصراتة، وتم تدمير العديد من الطائرات والرابضة مرابطها في هذه المكالمات التي تم رفضها. تأكدنا من صحة الضربات العشر أهداف التي تولتها قواتنا الجوية خلال اليومين الماضيين وكذلك ليلة البارحة. نعم، شكرا جزيلا لك سيد خالد ترجمان، كنت معنا من بنغازي رئيس مجموعة العمل الوطني في ليبيا. قررت المحكمة العليا بالجزائر إيداع عبد الملك سلال رئيس الوزراء الجزائري الأسبق قيد الحبس المؤقت على ذمة اتهامه في قضايا فساد. وقالت المحكمة العليا في بيان لها إن التحقيقات أظهرت تورط سلال في منح امتيازات غير قانونية في صفقات حكومية وأساء استغلال وظيفته والتبديد العمدي لأموال الدولة واشتراكه في عمليات غسيل أموال والمشاركة في التمويل الخفي لحملته الانتخابية. أغلقت الهيئة العليا للانتخابات التونسية باب الترشح للانتخابات التشريعية، وأشار رئيس الهيئة نبيل بافون إلى تلقي أكثر من 1400 ترشيح لخوض الانتخابات التشريعية، مشيرا إلى إمكانية تقديم موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية إذا تم التوافق بين الأحزاب والسلطة والمجتمع المدني. شدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على دعم بلاده ووقوفها إلى جانب تونس لتثبيت دعائم انتقالها الديمقراطي ومواجهة التحديات التي تعترضها. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهناوي، تناولت العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ونتائج الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي.
أعلن وزير الأعلام اليمني معمر الإرياني مقتل 10 مدنيين وإصابة 20 بقصف شنته ميليشيات الحوثي بصواريخ كاتيوشا على سوق شعبية في صعدة. اتهم الإرياني ميليشيات الحوثي بقصف مصنع لإنتاج الألبان في مدينة الحديدة في خرق جديد لاتفاقات ستوكهولم، مشيرا إلى أن هذه الجرائم والانتهاكات اليومية للمواقع المدنية تتم تحت مرأى من فريق الرقابة الدولية. بحث نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح مع رئيس الوزراء معين عبد الملك تلبية متطلبات المواطنين الأساسية، كما استعرض الجانبان التطورات السياسية والميدانية وجهود الحكومة المبذولة في بناء وتنمية المناطق المحررة فضلا عن سبل تنشيط الإيرادات المالية. طلب الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس تركيا بوقف التنقيب عن الغاز، هذا التنقيب غير القانوني، وأعمال القرصنة داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة لبلاده. وقال أنستاسيادس عقب محادثات أجراها مع رئيس الوزراء اليوناني إن الأعمال التركية تعزز الشك وانعدام الثقة وتدمر مباحثات توحيد شطري قبرص. ومن المقرر أن يجتمع أنستاسيادس مع زعيم القبارصة الأتراك مصطفى أكينجي في 9 أغسطس المقبل لبحث فرص استئناف المفاوضات. أصدرت السلطات التركية قرارات باعتقال 41 عسكريا بالقوات البرية بزعم انتمائهم إلى جماعة فتح الله جولان. وتحولت تركيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 إلى معسكر اعتقال كبير، حيث تم توقيف الآلاف من العسكريين والسياسيين وأساتذة الجامعات ضمن السياسات الاستبدادية المتبعة لإخضاع البلاد إلى سلطة حكم الرجل الواحد. قمع المعارضين وإسكاتهم صناعة دأب عليها نظام أردوغان ضمن عشرات من السياسات الاستبدادية المتبعة لإخضاع البلاد إلى سلطة حكم الرجل الواحد. صناعة القمع لم تكن وليدة السنوات الماضية، وحتى وسيلة استخدمها أردوغان حديثا في مواجهة محاولة انقلاب مزعومة، بل إن قصتها بدأت في البزوغ في عام 2013 حينما تجمع الأتراك في جيزيبارك بإسطنبول للاحتجاج على قرار تحويل الحديقة الشهيرة إلى مركز تجاري. القمع العنيف للمتظاهرين قاد إلى احتجاجات عارمة في أنحاء البلاد ضد السياسات الاستبدادية لرئيس الوزراء حينها أردوغان، حتى إن تقارير أظهرت أن تركيا استوردت 628 طنا من الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل بملايين الدولارات بدءا من عام 2000 وطوال 12 عاما. وبالفعل نجحت شرطة أردوغان حينها في قمع تظاهرات إسطنبول باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى. إضافة إلى ذلك، ذكرت صحيفة حرية تركيا المعارضة في نسختها الإنجليزية أن الشرطة التركية خططت لاستيراد 150 ألف قنبلة غاز من البرازيل والمملكة المتحدة وسط ضغوط من المنظمات الدولية لحظر توريد هذه الأدوات إلى تركيا. وأشارت الصحيفة في المقال نفسه إلى أن الحكومة التركية بدأت حينها في السعي نحو تصنيع قنابل غاز محلية لتتحول إلى دولة منتجة له كإحدى أدوات القمع، والتي استخدمت بالفعل لمواجهة أعمال الشغب في يونيو 2016 بحسب موقع مركز أبحاث مرمرة. الأمور لم تقف عند حد قنابل الغاز، بل دأبت تركيا على توجيه إمكانات كبيرة لتصنيع وسيلة أخرى من أدوات القمع في تركيا، وهي المركبات التي تستخدم في مواجهة المتظاهرين. فكانت إحدى أبرز الشركات المرتبطة بهذا الأمر تابعة لقياديين في حزب الحرية والعدالة الحاكم، بل إن إحدى الشركات المنافسة في صناعة هذه العربة التي تقمع المتظاهرين دخلت في شراكة مع رئاسة الصناعات الدفاعية التركية لتنتج شاحنات وسيارات مدرعة المعروفة بتوما، والتي تقول المؤسسة التركية إنها تصدر إلى أذربيجان وليبيا وجورجيا وكازاخستان وزيمبابوي.
وأكد الرئيس التنفيذي لهذه الشركة في حوار نشر على موقع دينفر بوست أن هذه الشاحنات التي فر منها الأتراك خلال تظاهرات للمعارضة في يونيو 2016 على حد وصفه من الممكن استخدامها في دول أخرى. وبالتالي فإن نظام أردوغان وأتباعه لم يعمد فقط إلى توجيه الاقتصاد التركي لتصنيع كل أدوات العنف ضد المتظاهرين، بل بات أيضا يصدر هذه الوسائل لدول مختلفة حول العالم، حيث نشر موقع بلقان إنسايد أن تركيا أهدت جارتها مولودوفا شاحنتين من طراز توما كهدية في أكتوبر 2018. أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن تدرس مع لندن آلية لمنع طهران من احتجاز الناقلات. واعتبر الوزير الأمريكي خلال كلمة له في واشنطن أن إيران هي الراعي الأكبر للإرهاب وأن لديها القدرة على تطوير سلاح نووي. انتهت النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد بها من أنباء. الرئيس السيسي والعاهل الأردني يؤكدان أهمية العمل على دفع الجهود الدولية الرامية للتصدي للإرهاب. المسمار يعرض مستندات تثبت دعم قطر وتركيا لجماعات متطرفة في ليبيا. واشنطن تعلن أنها تدرس مع لندن آلية لمنع إيران من احتجاز الناقلات بالخليج. إلى هنا نصل مع حضراتكم لختام هذه الجولة من الأخبار، لكن دوما بإمكانكم متابعة المزيد عبر موقعنا الإخباري extranews.tv. نشكر لحضراتكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.